وبالعودة إلى التقلبات الجوية التي تشهدها عدد من المحافظات، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة، يعني ماذا عن آخر المستجدات بشأن حالة الطقس غير المستقر التي تشهدها محافظات الجمهورية؟ هو طبعا بالفعل كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدأت منذ مساء أمس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت على المناطق الشمالية وشملت محافظات مطروح والأسكندرية ودمياط وبورسعيد، وامتدت لتشمل محافظات الوجه البحري، كفر الشيخ والبحيرة. وطبعا مع بداية اليوم بدأت تشمل باقي محافظات الوجه البحري زي الدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية، والآن بدأت بعض المناطق من القاهرة الكبرى تتأثر بالأمطار الخفيفة. المتوقع خلال الساعات القادمة تستمر الأمطار ما بين غزيرة ورعدية ومتوسطة على المناطق الشمالية وخاصة السواحل الشمالية، وطبعا تحديدا كفر الشيخ والبحيرة واسكندرية ومطروح ودمياط وبورسعيد. أما المناطق الداخلية من محافظات الوجه البحري هتكون الأمطار متوسطة الشدة ورعدية على بعض المناطق. بالنسبة للقاهرة الكبرى الأمطار هتكون خفيفة، تكون متوسطة على بعض مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، ممكن أحيانا نسمع ضربات البرق أو إشارات الرعد مع الأمطار، وتمتد هذه الأمطار لمحافظات شمال الصعيد زي بني سويف والفيوم والمنيا، أيضا تمتد لمدن القناة الإسماعيلية والسويس، ثم المناطق الداخلية من سيناء وتؤثر بأمطار متوسطة الشدة. هذه الحالة مستمرة معانا على مدار اليوم، غدا الأحد إن شاء الله المتوقع تستمر الحالة ولكن تكون أقل حدة على كافة المناطق، تكون أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وخفيفة إلى متوسطة على باقي المناطق الداخلية. طبعا بالنسبة لسيناء المتوقع مع استمرار الأمطار النهاردة وبكرة، طبعا الطبيعة الجغرافية والجبلية لسيناء ممكن تتشكل بعض السيول على محافظة سيناء إن شاء الله. طبعا هذه الحالة مصحوبة أيضا بانخفاض في درجات الحرارة بدأنا نشعر به وهيستمر معنا في الساعات القادمة بحوالي من 3 لـ4 درجات مع نشاط الرياح وخاصة المناطق اللي بتتعرض للسحب الرعدية. نعم، هل هو معدلات طبيعية لدرجات الحرارة أم ستعود للارتفاع مرة أخرى؟ يعني ممكن بعد طبعا يومين هتبدا درجات الحراره ترتفع تدريجيا بحوالي من درجه لدرجتين، لكن مش هتعود لارتفاع بشكل كبير ان شاء الله. طيب، موجه عدم الاستقرار التي تشهدها بعض محافظات الجمهوريه، يعني من المتوقع الى اي مدى زمني ان تستمر؟ وهل من نصائح خاصه تقدم للمواطنين في مثل هذه الحالات بالنسبه للطرق والشبوره المائيه؟ هو طبعا هذه الحالة مستمرة معانا النهاردة وبكرة إن شاء الله، بداية من يوم الاثنين هيكون في تحسن في الأحوال الجوية، وطبعا هتنحصر الأمطار على المناطق الشرقية فقط، لكن باقي مناطق الجمهورية هتنعدم سقوط الأمطار، أيضا هتبدأ تظهر الشبورة المائية اعتبارا من يوم الاثنين إن شاء الله في الصباح الباكر. نصايحنا طبعا لكل السادة المشاهدين متابعة النشرات الجوية لمعرفة طبعا التقلبات الجوية، وخاصة إن احنا في آخر شهر في فصل الخريف وعلى أعتاب بداية فصل الشتاء. نصيحتنا ايضا قياده بهدوء تماما اثناء سقوط الامطار وخاصه المناطق اللي فيها امطار غزيره، وايضا اثناء الشبوره المائيه عدم ملامسه اي اعمده كهرباء او اكشاك اناره اثناء طبعا سقوط الامطار تجنبا لاي صواعق كهربائيه. نعم، اشكرك جزيل الشكر الدكتوره ايمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئه العامه للارصاد الجويه.